يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. أنا اليتيم وأنا ببرح وخلاني، أنا اليتيم وأنا لكن الله عوضني. بيت في الأحلام من عند المحسنين، نستنفع به أنا ونقرأ مع اللونين. أنا اليتيم وأنا أبويا راح وخلاني، أنا اليتيم وأنا لكن الله عوضني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو يوم آخر في مدينة ميلا من حصة اليتيم. أنا أقول لكم حاجة، الحمد لله على نعمة الله، والله غير حالة لا يرتلى. تراني في مدينة عريقة، مدينة ميلا في الحدود قسمطينة بالضبط. نهضر مع البنات باش نعرفوا. مرحبا بكم. مرحبا بك. بأي وقت؟ عارفين بنفسك وين تسكني. يلا مرحبا بكم، انا اسمي نرمين بطغان، اسكن في ولايه ميلا، بلديه واد سكان، قريه مصطفى بن بلعيد. صح، ما شاء الله، الله يرحم شهدنا الابرار. هذه القريه على سماوها بن بلعيد، شكون سماها بن بلعيد؟ نعطيك شكون انت تعرفي شكون سماها؟ الراحل الرئيس تاعنا الراحل هواري بومدين الله يرحمه، هو اللي سماها على الشهيد مصطفى بن بلعيد. ما شاء الله، عندكم قرية باسم رجل مت رجال جزائر اللي كانوا تاريخ تاعنا، حطوا البصمة في التاريخ تاعنا، الله يرحم شهدنا الأبرار في هذا الشهر الكريم. أنا زيد يعطيني أختك واسمك. اسمي ريتاج ولقبي بطغان، وأسكن في ولاية ميلا، قرية بن بلعيد، بلدية ميلا، واتسقان. شابة واتسقان، انتم وين تقراو؟ هنا متوسطة 5 جويلية 1962. الله يبارك، تعرفي تقراي؟ نعم. شحال جيتي؟ واش من سنة تقراي؟ انا سنة دوزيام اني. صح، دوزيام اني. ترمي راني قريتي مليح. نعم. شحال جبتي المعدل؟ 17.24. دوك من بعد نشوفوا لي بيلت نتاعك السنة. وزيدي اعطيني اختك، انتي شحال جيتي؟ جيت انا الثانية، مواد 8.29. انتي الثانية في القسم؟ الله يبارك، تعرفوا تقراو؟ نعم. ما شاء الله، باباكم واش كان يدير الله يرحمه؟ كان يخدم العسة. كان العساس؟ من العسة للدار. العسة للدار، وزيد يعسكم انتم الله يرحمه. الحمد لله، وخرج بنات صالحين يعرفوا يقراو. شحال كان في عمرك كي توفى باباك؟ 3 سنوات. احنا لابك لازم نديروا التعريف باش الناس تعرفنا. نعم. باللي احنا يتامى وانا. نعم. معاكم. نعم. انا يتيم الاول. صح. واختك شحال كان في عمرها؟ عامين. عامين، الله يرحمه ويسهل. نتوما راكم نعمة الناس، على بالك، على بالي باللي خصكم بزاف حوايج في الدار. نعم. صح. بزاف. واش ما عندكمش انت ما فتحي دار صحاباتك؟ مالفة هي. إيه؟ مالفة نروح لدار صحابتي، مميزها من دارنا بزاف، ما تعجبني قدام دار خشيت ليها، وسخف تكون عندي دار كيما تاعهم. وعلاه انت داركم ماشي شابه؟ ماشي. وعلاش؟ واش فيها؟ واش فيها خاصة الدار؟ خاصين بزاف حوايج كيما الدهان تاع الحي. ايه. بزاف حوايج، ما عندناش دوش، ما عندناش حشاك الطواليت، ما عندناش كوزينة ثاني، ما عندنا لا دوش لا فيسي لا دوش، لا ما عندنا والو. وعلى باباكم ما خلا والو؟ خلا بصح خداوها خاوتي. معليش، قسمتو؟ قسمنا، هي غير زوج بيوت. معليش، يكفو هما ثاني كبار خاوتك. خاوتي كبار هي. معليش معليش، خاوتك كبار وهذا حق كل واحد يدي حقه. لا لا، كل واحد. معليش، انت يا يتيمه واختك يتيمه هما ثاني يتامه، راح لهم ابوكم اب واحد انتم. لا لا، هما تاني ما عندهمش، عندهم بلاصه واحده اخرى. ما عندهمش. ها كيف عندهم كيف؟ الا بملك الملك تاع باباكم. الحمد لله، وهما تاني كبار. صح.
معليش قولي إن شاء الله ربي يسهل على كل مؤمن إن شاء الله. هذا مكان زيدي نزيد نهضر معك تعطيني توكيد كوتا هذه. شكون اللي عيط لي؟ أنا. شحال عندك من اللي عيط؟ عندي بزاف من اللي عيط لكم. صح واش قالوا لك كيجي لياتم الميلة يجي لعندكم؟ نعم. أنت يا محظوظين كانت أول حالة في ميلة ولقيناك، حنا جينا الميلة لقيناك. صح. كيفاش تعرفي الحصة؟ كل يوم نتفرجها على التلفزيون. واسمها الحصة؟ ها؟ سليتيم. والقناة اسمها؟ أنوان. صح، وحنا عندنا كود في حصة اليتيم. واللي هو؟ أغنية اليتيم. أغنية اليتيم. حافظينها؟ حطي الميكرو في الوسط، هكا حطوه هكا. هيا غنوا لي تشوف هذه الأغنية. أنا اليتيم وأنا بابا راح وخلاني، أنا اليتيم وأنا لكن الله عوضني، بيت في الأحلام من عند المحسنين، أستمتع به أنا وأقرأ مع اللولين. مشي نستمتع، نستنفع. نستنفع، عاودوا قولي نستنفع. نستنفع به أنا ونقرأ مع اللولين. ما شاء الله. بيت في الأحلام من عند المحسنين، نستنفع به أنا ونقرأ مع اللولين. أنا اليتيم وأنا بويا راح وخلاني، أنا اليتيم وأنا لكن الله عوضني. وقالوا لي بلي تقراو مليح. صح تقراو مليح. عندكم انا لازم نشوف البيان دوك. جميع واحد نعود نروح ليه للبيت، وانتم تانيك اليتيم اللي راح نروح ليهم منا وجاي يوجد البيلتان تاعو، لازم نلقاه يقرا مليح باش نشوفوه اذا يقرا مليح. الحمد لله صافي نقدروا نكملوا معاه، فهمتي؟ ولا ما يقراش مليح نعاونوه باش يزيد يقرا. لازم نشوفوا البيلتان هكا. انا شوف عطيني تشوف لي بيلتان هادو. استنى نشوفوا لي بيلتان باش نشوفوا. استنى نشوفوا هادي باللون. هادي تقول باللي الفصل معدل فصلي 17-24، هادي ومعدل السنوي 16-58. هادي شكون هادي تعمل؟ هادي شكون؟ بطغانة. نرمين. شكون نرمين؟ واو اسمك شباب نرمين. على اسمك نرمين؟ على الفيلم عمارك كوسوفي. عمارك كوسوفي اسمك نرمين. واو شكون سماك؟ ماما. ماماك. الله يبارك، الله يبارك صحة. نرمين كما راكم تشوفوا فيها لهنايا عندها معدل سنوي 16-58. ملاحظة حماطة حطوا لها تهنئة. انا نشكرك بزاف. وهذا تاع الفصل، تاع الفصل المعدل الفصلي ثاني فيه 16.20 واحد فيه 17، صافي عطاو لها المعدل كله. الله غنستعرض بك نرمين، ما شاء الله عليك، ربي يكمل لك. انا هكا نفتخر باللي عندنا بنات يعرفوا يقراوا. افتخر بكم انا انتم الاثنين. زيد روحوا هذه كتكوتة، هذه كتكوتة ريتاج، ريتاج الخامسة ابتدائي. انت عاملي فاش جبتي سيزيام هكا؟ ديت 8.9 شباب. ديت 8 فصل معدل فصلي يا. ما شاء الله ما شاء الله عليكم. واش انت كلاسيتي الاولى؟ كلاس الثانيه. وشكون الاول؟ شكون الاول؟ عندي طفله. طفله واسمها؟ اسمها ثاني اسمه ريتاج نقمتا صديق. صديق، نحيو صديق، نقولها شكرا لك صديق تيري جيتي الاولى. انت كنتي تجي خطره الاولى هي تجي الثانيه في الفصل هذا، جات هي الاولى. معليش هما نولوا نخدموا باش نجو خير من صديق ريتاج. ولا معليش خليها تقرا، نخليها نقرا كيف كيف. المهم كيف كيف، المهم نجيبوا معدل شباب. ما شاء الله. صديق واسمها صديق ريتاج. صديق ريتاج نشكرك فيها ثاني. عندها ابوها، عندها هي دوكا تحمد في الله، تقول لك انا الحمد لله عندي ابي وعندي امي. وانت ما عندكش اب تاعك اللي ما تعرفيهش كامل، صح؟ تفكري باباك تاعك ما تعرفيهش والو. وانت يا شوي نتفكر. واش تفكري فيا؟ نتفكر كيف كان يعطينا نشربوا البان، كيف كان يكشف النار، وما نتفكر بزاف حوايج عليه. نتفكر بزاف.
ربي أرحم أبي الحنين. والله يكون مع كل يتيم. اللهم ارحم الوالدين واجعلهم في جنتك خالدين. يا ريتاج استني استني عطيني ريتاج علاش هكي تبكي؟ تمني تكون نشوفه ونعرفه. معليش باباك راهو يشوف فيك ويعرفك. باباك راهو في الجنة. انتي عارفة باباك راهو في الجنة. ريتاج الوالدين واجعلهم في جنتك خالدين. يا انتي وتعرفي تقراي. شوفي ما عندكش باباك وتعرفي تقراي. عبك انتي من الناس النجباء. ريتاج انتي واحد ما حيعود لك باباك. انتي يا باباك وين راه؟ الحمد لله. وشكون اللي يدي باباك الجنة؟ شكون يزيد يعطي له الصدقة الجارية؟ شكون؟ انتي اختك لازم تخدمي وتفعلي باش تقدري تكوني مع باباك. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ ريتاج انا جيت لهنا باش نبكو. جيت نسخسيك. هذا ما كان. تعرفي تقراي. شوفي انت تعرفي تقراي. تعرفي تنشتي. شتي ها تقراي قران. نقرا. وديري حجاب. الله يبارك فيك. شكون دير لك حجاب؟ درته لي ماما. هي تحب الحجاب؟ الحمد لله. انا ثاني نحبه. هي ثاني تحبه. وانتيا ماما درتنا الحجاب على خاطر كي كانت هي صغيره دلها بابا ومن الوراثه تحم لازم يديروا حجاب على العمر هذا. على العمر هذا هي. على 11 سنه. هي 11 سنه و 12 سنه ان شاء الله. هي انتم كبرتوا خلاص. كبرتي؟ ايه. كيف كبرتي؟ نزوجوك؟ ها وشنو نكمل قرايتي ونتخرج ومن بعد تتزوجي ان شاء الله. وكي تزوجوا تدوا ماماكم معاكم. هي. ها هي كي تكبري واش تخرجي؟ جوجه. ابا 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 جوجة. وش ديري بجوجة؟ وش كون؟ علاش ديري جوجة؟ علاش؟ ندفع الحق. دفعي على الحق. ما شاء الله ما شاء الله. وانتي؟ طبيبة. هاو طبيبة جراحة. اما لكي نكبر انا تداويوني. هذيك حاجة باينة. هي كيفاش حاجة باينة؟ لازم حوسوا عليا كي نولي الشيخ وكا. نحوسوا عليك. هي هاكم سور؟ سور. هيا صح. وعد وعد. ما تخلونيش. ما خلوكش. انت يا سرتو انت يا داويني. أه. وانت يا تجيبي لي حقي. انت أه. عبوكش ديري جيبي حق باباكي. كيفاش تجيبيه؟ تروحي تتقي عليه. تروحي توسع عليه الحوايج اليوم يطلب علينا ربي. تصلي عليه. تقرأ عليه القرآن. هادو هما باش تجيبي حق بابا. كي نجيبو حق بابا تاعنا يقدر هو يكون متهني. يقولك عندي بناتي ما شاء الله رامي لحقوا لي في الصدقة. على بالك كيفاش احنا عندنا كونتاكت مع الميت. كونتاكت تاعنا مع الميت هو الصدقة الجارية. صدقة كي تلحقوا يعرف باللي هاي لحقاته من عند منه شكون وكذا. فهمتي؟ ريتاج عطيني نوريها. أنا اليتيم أنا لكن الله عوض. عاودي. أنا اليتيم. أنا اليتيم أنا لكن الله عوضني. خلاص إن شاء الله قعدي تشوفي دوك نقولوا لك أنت واش راح يصرى لك. شتي راح نعوضوا لك ماشي باباك. احنا راح نعوضوا لك حاجة جبناها البيت. أنتم عندكم زوج بيوت. عندكم زوج غرف ماشي شابين هكا. ما عندكم والو. تريسيتي ما عندكمش. دوك نخدموها لكم ونزيدو نخدموك سال دوب هكا ونديروك فيه دوش زيدي. حنا نورمال ما نخدموش هادو بصح على جاكم نتوما نخدموه. فهمتي؟ نعم. نخدمو سال دوب كيما قالت هكا. نزيدو الغرفة الأخرى. تحبوا هذه الغرفة نخدموها ولا الغرفة الأخرى؟ هذه هذه جاية على الدخلة تاع الباب. تقدروا تخدمون البيبان. البيبان نخدموه زيدي. حنا نرجعوك غرفة شابة بزاف. هاي هاكا تحبي غرفة وهذا السالدوب هذا هو. نخدموه زيدي. كارلاج
خلاص كيفاش تاعكم شباب؟ مش مليح. وشنو فاش ماشي مليح؟ لو كان ديرو كحنا نقولوا النهاد نقولوا نخدموا لك السقف السقف احسن ندير لكم بي في سي ونقولوا النهاد اذا هذاك الله شباب يجي مع الاخر. تعرفوا النهاد شكون النهاد؟ يعني هذه هي اللي دير الديكور تاع الغرف. ايوه حنا نطلبوا مني هذه الغرف. انتما عندكم لون تحبوه؟ عندنا. وشنو هو؟ الغوز وردي. كاع غوز كاع البيوت غوز. ماشي قالت لي ني هذو علاش يطلبوا لي غير الغوز والبلو؟ عندنا غير الغوز والبلو حنايا. وشنو؟ غوز وجون. جون ها يعني هذا هي قالت لك هي هضري معها. هذا نطلبوا منك الوردي والاصفر. الوردي والاصفر هي خلاص بغيتي ثاني بابلا. ولا قدرنا نخدموا لكم الغرفه الثانيه اذا كانوا محسنين اللي يجي يخدموا لنا يخدموا الغرفه الثانيه زدنا خدمه نخدموها مع ماماك. علاش ان شاء الله انتما تسكنوا ترقدوا وحدكم لا مع ماماكم؟ مع مامانا. مع ماماكم خلاص دوك حنا نقولوا بلي عندنا زوج غرف راكم تشوفوا فيها حاله ما نقدرش نقول لكم عليها الصور هي اللي تعبر على هذا كل شيء. انا نقول الحمد لله الحمد لله القرايه يقراو. انا هذه الحاجه اللي فرحت فيها كامل ملي جيت هذه المدينه فرحت بزوج بنات ما عندهمش الاب تاعهم واحده خلاها في عامين والاخرى خلاها في 3 سنين يقراو مليح نعم البنات ان شاء الله يكونوا خالف على سالف ان شاء الله ربي يوصلكم مناكم حابين طبيبه ان شاء الله جوجه ان شاء الله. انا نقول لكم اقراو لو كان تكملوا هكا في قرايتكم حتى الاساتذه راح يحبوكم اكثر. انا على بالي بلي قافزين ما شاء الله حتى سخصيت عليكم واحد فارماسيان قال لي عندها بناتها قافزين صافي انتم راكم على بالهم بلي الناس انتم قافزين ودايرين حجاب ما شاء الله. نقول لكم ربي يكمل لكم وش نزيد نجيب لكم يلا هي خلوني هي انا مكرم نستخدموها انا واختي صح. وش ثاني؟ تلفزيون. ايه زيد اعطي لاختك هي اللي تعرف. مكتبه. مكتب هي وثلاث سرائر. ثلاثة على ثلاثة أنا وماما أختي نديروا ثلاثة في غرفة. معليش معليش والغرفة الأخرى نحطوها لصالة ولا كش ما جابوا لنا صالة ولا نديروها صالة هكا نزيدوا لها طابلة تاعها ولا إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله باش نجوا لعندكم. ما تتقلقوش استناونا 15 20 يوم حتى الشهر معليش ما تتقلقوش باش كي نجوا نجيبوا كل شيء ونخدموا كل شيء إن شاء الله. أنتم على بالي بلي عندكم القطرة في الدار هكا عندكم القدر دوك نشوفوا ان شاء الله كيفاش نقدروا نخدموها لكم وربي هو اللي يتولى امرنا وامر ان شاء الله. هذا هو واش تقولي لنا دوك تقولي للمشاهد نعطيكم نداء انو الحاجه اللي نحتاجوها في يدكم. واو وانت يا تعرفوا تهضروا يا سيدي انت يا ربي ربي يعاونكم ويكثر خيركم. واو جوجة تعرف تهضر ياو دوك خلاص نعيط لها ريتاج جوجة ان شاء الله ندوك كاش خطره ندوك المحكمه ان شاء الله تروحي تشوفي جوجة تاع الصح. انا امنياتي اني نشوف جوجة في المحكمه وعندنا بزاف دوك يعيطوا لك بزاف تروحي تشوفيها نديك روحي هاي تروحي هاي هيا خلاص ان شاء الله ربي يوفقك ويوفقنا معك. انا نقول لكم على هذه الحصه والله العظيم غير نعمه ومن داك يدخل هكا البيوت هكا نعيا والله غير نعيا ونقول حنا انا نهضر على نفسي نقول الحمد لله ناكلوا الحمد لله نشربوا الحمد لله لباسنا وبيتنا. تروحوا تشوفوا حاجات اخرى انا هاني نديكوفري انايا الحمد لله على نعمه الله. هذا واش نقدر نقول ان شاء الله نتلاقى في الخير في الحصه القادمه ان شاء الله مع اليتيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.
يتيم أنا لكن الله عوضني. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي.